برجع برحب بجميع المشاهدين يلي انضموا لنا هلا بحلقه اليوم بتحلى الحياه. مدام عبد الدايمه صارت جاهزه معنا. اهلا وسهلا فيكي مدام عبد الدايمه. دائما بنستفيد منك ان كان بتحضير الاكل وان كان كيف بدنا نحافظ عليه، ولكن ظاهر اليوم الفكره كلها قرد الشوكه. قرد الشوكه لانه بعرف في كثير اشخاص بحبوا القرد الشوكي، كلهم يمكن رح يقولوا لي نحن بنعرف نسلق القرد الشوكي، بس بدي اعطي كم تيبس اوكي هيك تفيد المشاهدين. اكيد طبعا. اول شيء وقت نشتري القرد الشوكي لازم يكون ثقيل شوي بالنسبه لحجمه. نعم. يعني ما يكون خفيف. اوكي. ويكون وراقه خضر مش صفر. هذا اول. هلا اذا شفت القرد الشوكي طيبه اذا منيحه نوعا ما صحيه وهي بصحه تامه. هلا هي كمان بصحه تامه وصحيه كثير، مفيده فيها فيتامينات مثل فيتامين سي، فيها املاح معدنيه مثل المغنيسيوم، وكثير منيحه للكبد. مظبوط. هذه بالنسبه للصحه. فايبرز وايضا ما فيها كالوريز، يعني كل اللي عم يعمل دايت بيقولوا له قد ما بدك كل قرد الشوكي. هلا بالنسبه اذا اشترينا القرد الشوكي ما حابين نسلقها بنفس النهار، نعم. حابين نتركها بالتاني نهار، فينا او نضعها بكبايه مع مي، نعم. مع شويه سكر، يعني كيف بنحط الفلور الزهور تيضاينه اكثر. هي جديده. لانه هيك بضل الجزع رطب والسكر بيعطي غذاء. حتى مدام دايما يعني الورد بالفاز بنحط له، بتنصح نحط له سكر؟ ايه ملعة سكر، بس اذا الورد مش مثل هيدا بدك تخليه شي جمعة، فافضل تزيدي له ملعة صغيرة من الخل، لانه مع المي مع السكر شوي بيعفن او بيعمل اوكي بيعطي ريحة كمان. صح. فبنحط له شوي ملعة صغيرة، بينما بالنسبة لل لانه ثاني نهار عم نعمله. صح. ما في وقت طويل. هلا بالنسبة اذا كان ما عندها الجزع فينا نضعها بكيس نايلون بالبراد او أوكي. بجرور البراد. أوكي. يعني كمان بحافظ على الرطوبه بس تبعولتها. بس البراد يمكن بجففها اكثر من بهالطريقه. نعم. بجف اكثر الوراق يعني. اوكي. هلا من بعد ما قلنا نحفظها، هلا كيف نسلقها؟ قبل ما نسلقها هلا كل المشاهدين رح يقولوا ولو ما بنحط المي ومنسقطها للقرد الشوكي، بس لكن بس مدام دايما عندها القصص سبيشل سبيشل. هلا بالنسبه للجزع عاده في ناس بقصوها وبيسلقوها، بس هو الطريقه الانسب انه ما نقصها، انه نضعها هيك بايدنا نكسرها. ليه بدنا نكسرها؟ لكن اذا بتلاحظي طلع منا كل الشعيرات يلي هي موجوده بقلب القلب. نعم. يعني اذا بعدين بدنا ناكل القلب. نعم. يلي هو اطيب شيء القلب اصلا. صح. فعم نشيل اكثر كميه ممكنه من الشعيرات. نعم. لهالسبب ما بنقصها بالسكين. اوكي. افضل انه هلا اكيد الباقي تتكون مس يعني على نفس المستوى بنقصه. هلا قبل ما نسلقها كمان كثير مهم انه ننظفها، لانه كلها غبار وبقلبها فيها كثير اتربه واوساخ. هلا من اصلا دائما الخضره والفواكه مين ما كان يكون من وين جايبينه لازم تنظفوها. بعرف في اشخاص بيسلقوها دغري بيقولوا هيك المي. فافضل نغسلها، بس منغسلها بالخل. نوضع خل ابيض. اوكي. الخل الابيض قولي كثير استعمال يا اما بالملح والملح اثنيناتهم. الخل هو بيطهر والملح هو بيزيل كل الاتربه الموجوده بداخل القرد الشوكي. يعني أوكي. بدنا اكيد بدنا نذوب الملح وقد ما فينا نفتح الوراق مشان هالاتربه اللي جوا كلها تظهر لبرا، لانه اوقات كمان للاسف بنلاقي فيها من لهالسبب بنحط الملح تا يطلعوا كلهم، وبنفس الوقت الخل بيخليها تضل خضراء يعني ايه. او بتحافظ على لونها او بدل خل فينا نضيف حامض. اوكي. وما بيأثر على طعمتها؟ لا لانه عم بتغسليها بالخل. اوكي. هلا انا بس بالسلق في ناس بحطوا خل، انا ما بحب الحامض لان الخل مثل ما قلتي بيعطي طعمه، بس بالغسيل ما في مشكله. من بعد ما نغسلها اذا نعم. بتلاقي شويه اوساخ بس ما غسلتها منيح من بعدها قبل ما نسلقها، لانه انا بهمني كمان تقديمها يكون حلو. يعني ما لا مثل ما عم نشوف بالقبل كيف محضر فيها. صح. هلا بنقص الاطراف يعني شيء 1 سنتيمتر بس من طرف الوراق، هيدا مشان شكلها اصلا احلى، تشكلها يكون احلى بالتقديم. هلا انا ما رح اقصها كلها بس عم بعطي فكره للمشاهدين. وفينا كمان نقص الطرف فوق. اوكي. يعني شوي صغيره ما ضروري كثير. نعم. هيدي رح اقصها. هلا بقول لك ليش قصيتها بعدين. أوكي. كمان سربريز للنهايه.
مثل ما هي مثل الوردة هلا صارت هيك ليفوت الحامض لجوا الحامض والثوم كمان ايه بقصها صوص لا وقت تقصي هيك بتكون وسعنا اكثر ليفوت الصوص لجوا صح هي هي لكن بربح ما عندي شيء ربح بربح ايه هيك كمان كنا عاملين مسابقه مع ناس ما في شك هلا بما انه بتكون المي سخنه هلا نحن اكيد اليوم ما عندنا وقت نسخن بتكون المي سخنه طبعا بدنا نضيفها الثاني وينه هون نعم كمان بدنا نقصها لكي هي طلع منا مثلا طلع مع الشعيرات هيدي ما طلع كثير بس لكي هيدي قبل شكلك شيلتيها طلع منيح فيها اذا بتلاحظي هلا اكيد بعدين بس نحطهم بالمي بتلاحظي بفوشوا نظبوط هو لازم دائما المي تغمن يرقدوا لتحت يرقدوا لتحت تتغمن المي بنحط الصحن بنحط الصحن الكوسه صح هلا اذا ما بدنا نحط صحن فينا نجيب محرمه صغيره نضيفه كمان فينا كمان بتثبته اوكي هلا من بعد ما نحطهم بالمي نعم فينا نضيف ملح منكتر الملح لانه الارض الشوكي كثير بحب الملح فمنكتر ملح خشن يعني شي كم شي كمستين قد ما بدنا بنحط الحامض لانه الحامض تما يسود الارض الشوكي كمان شي حامضه مقصوصه لاربعه فينا كمان نعصر قبل ما يعني نضيف على المية السلق كمان نعصر شوية حامض وشقف حامض وإذا بدنا ثوم مشان تتنكه أيضا تتنكه لأنه في كتير أشخاص بيعملوا الزيت مع الثوم وبيحطوا بحبوا هيدي بالنهاية هلأ هيك الثوم بيعطي نكهة نعم من بعد ما نضعن على بتكون مي سخنة هلأ إذا طنجرة عادية بتاخد شي ساعة تقريبا أو ثلاثة أرباع ساعة حسب حجم أوكي. حجمه اما بالنسبه للبريستو شي 10 دقائق ربع ساعه ما وين بنخلص جاهزه 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 وخاصه للاكل بالبريستو من بعد ما يخلص وكيف فينا نعرف اذا خلص الارض الشوكي او لا اذا كانوا مبرومين هيك هو الانسب نحطهم هيك منجيب السكين يعني اسفل الارض الشوكي بنشوف اذا السكين دخلت بشكل بتكون طريه بتكون طريه او اذا كانوا هيك بنشيل ورقه بنعرف اذا استوى اوكي هلا بس نسلقهم ونخلص نعم نحن هون انا حضرت وحده مثل ما قلت قبل شوي زينه هلا منزيل كل اللي من جوا منزيله بالداخل نحن معودين ناكل الارض الشوكي بنسحب من برا اوراق وبناكلها هالمره بدنا نسحبها من جوا مش من برا هدول اللي انا بسويهم الشوك الشوكي تبعولتها هلا الشوكي انا بدي شيله لهالسبب انا قصيتها مع ناكل اطرافها هلا بهالطريقه رح تاكلي كل القلب كل القلب لانه اجمالا كنا ناكلها من برا ونوصل على اللب في الشعيرات مزبوط بنشيلهم بنرجع ناكل بس صعب تكوني عم تاكلي تشيلي الشعيرات تحطيهم مزبوط فبهالطريقه بالايد صح فهون عم شيل انا اللب اللي جوا نعم. اللي هو ما بيتاكل يعني اجمالا بيكون كثير صغار اوكي مثل ما شايفه ومن بعدين بالملعقه فرغتيها فرغتها برجع بشيل كل الشعيرات اللي جوا بالملعقه اوكي يعني باخذهم كلهم يعني بتنطفيها قبل ما تقدميها قبل ما اقدمها مثل ما عم نشوفها نحن هون يعني فاضي صح هلا ما رح اكفي اياها كلها نعم بتشيلي كل الشعيرات من بعدها انا حضرت صوص عاده بلبنان بنحط زيت وشويه حامض مزبوط وثوم وثوم هلا اذا في ناس ما بحبوا الثوم يستبدلوا الثوم بالموتارد اوكي الموتارد الموتارد لانه هو مثل البهار اوكي وطعمته كثير طيبه وفيك اذا بدك تزيدي لها بيعطي الكيك يعني وفيك اذا بدك تزيدي لها شويه ثوم كمان ما في مشكله هلا هيدي الصوص من بعد ما نعملها بنضيفها جوا يعني من تتشربها كلها تتشربها وقتها بدنا ناكل خلص صاروا جوا نسحب وحدة صاروا جوا بنسحب من جوا بناكلها جاهزة بقلبها يعني ما في لزوم نحط بول عشان عشقتها مثل ما قلت من بعد ما نخلص توصل لهالمرحلة نعم هالمرحلة صارت هينة كثير هينة بالملعقة فيك تاكليها كلها بدون ما تخلي أي قطعة تنكب بهالشكل يعني شكلها بشهي اكيد يعني هلا على الافطار ما في اطيب منها تكون جاهزه على الطاوله هلا بالنسبه هيدي قلنا كيف بنسلق هلا فينا كمان طريقه ثانيه اذا عندنا كميه كبيره كيف فينا نحضرها بالفرن 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 اوكي فينا نجيب وحده معلش كلها مي معلش نحن هلا عم نفرج المشاهدين ما عم نحضرها بقلب البيت بس بنعصر عليها الحامض نتعلم نحن وياهم
نعصر عليها الحامض مشان ما تسود. ومنضيف لها شوية زيت. أنا نسيت أقول قبل شوي وقت نسلق فينا نزيد زيت زيتون حتى وقت تنسلق يكون لونها بلمنع. فينا نزيد لها زيت كمان إذا بدنا. وهلا إذا لاحظتي أنا مع البابي ألومنيوم حطيت ورقة مشمعة. ليه؟ لأنه الألومنيوم على الأكل مضر. مظبوط. فلهالسبب أنا غلفتهم. كنا غلفتيها ورقة بالفرن؟ بالفرن. قد إيه بدها وقت؟ حسب ساعة. أوكي. بالفرن ساعة. أو إذا بدنا بالمايكروويف بتاخد يمكن 5 دقائق. أوكي. مش أكتر. منلفها بقلبها. حسب ال كمان بالمايكروويف بتلفيها بالنايلون. نعم. بنفس الطريقة. كمان بتحطيهم. أوكي. بتلفيها. صارت واضحة الفكرة مدام عم ضيمة، يعطيك ألف عافية. شكرا لك مدام غادة عدايمة. طبعا احنا بنقول للمشاهدين انه بنرجع بنلتقي فيك الاسبوع المقبل مع اكيد يعني افكار جديدة خاصة بالمطبخ. يعطيك الف عافية.